هذا الموضوع، وش هو موضوع التنمر والاستجرام الانترنت. في الفترة الأخيرة هذه واش ولينا نسمعوا؟ أي حاجة يقول لك راهي انفورماتيزي، ولينا أي حاجة نخدموها في وقت قياسي جدا، نستطيع عليها المعلومة الإلكترونية 70%، 30% اللي يشرح تقول لك الوعي بتاع الإنسان، مستقبلنا راه يستغرب. كيف تاعكم أنتم؟ بماذا تزودكم مش عايز تهزوا أنتم من الإنترنت؟ اليوم فرقة من عمال اتصالات الجزائر لبرج بوريج متواجدة في بعض المؤسسات التعليمية لمرافقة أبنائها وحمايتهم من أخطار الإنترنت التي أصبحت تشكل تهديد كبير عليهم. فارتأينا اليوم أن أسلوب الحوار المباشر والصريح بشأن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والتطبيقات والألعاب بالإنترنت من أجل تشجيع العادات الآمنة والتوعية للتهديدات السرية التي يتعرض لها أبناؤنا. يوم جمع نتيجة الأمن مرفوقين باتصالات الجزائر من أجل حملة تحسيسية بين المدارس عن مخاطر الإنترنت وفوائدها على المجتمع.